السلام عليكم. سنطلق بحلقة سنتحدث في هذه الحلقة عن ما يحدث في الكرة المصرية والعربية والعالمية من إحصائيات وأخبار التفاصيل هي الآن في هذه الحلقة، وبالأخص سنتحدث عن ما يدور ويحدث داخل جدران النادي الإسماعيلي وبراجيل مصر والعرب من إحصائيات وأخبار هي الآن في هذه الحلقة. سنتحدث في هذه الحلقة عن وعد مسؤول الإسماعيلي لي عبد الرحمن مجدي كابتن الفريق في الرحيل أو الاحتراف في الموسم القادم، وأيضا سنتحدث في هذه الحلقة عن استدعاء اكثر من لاعب المنتخب الوطني من لاعب الاسماعيلي، وسنتحدث ايضا في هذه الحلقه عن كاس العرب ومشاركه الاسماعيلي في كاس العرب وموافقه الاسماعيلي في واستعداد الاسماعيلي لمباراه بلديه المحله، وايضا سنتحدث عن اقتراب تجديد ثنائي الفريق او الفريق بيعتمد عليهم في الفتره القادمه وتجديدهم قبل انتهاء التعاقد او عقدهم في هذا الموسم، وايضا سنتحدث عن تصريح الكابتن محسن عبد المسيح والكثير والكثير في هذه الحلقه من اخبار هي الاهم. ولكن يا صديقي اشترك منك كتير فضلا وليس امرا، الاشتراك واللايك والسبسكرايب هم من يدعموا هذه القناه، ولن تكبر هذه القناه الا بدونك. وقبل ما نقوم نصلي على رسوله وعلى اله وصحبه وسلم، والبدايه من قراءه كيان درويش مصر ودرويش العرب. ولكن قبل ما نخش في التفاصيل وفي الأخبار، رسالة لكل واحد بيشاهد قناة الحريف وكل واحد بيتباني وكل واحد أنا بذكر الناس كلها، وشابوه لكل اسماعيلاوي وكل واحد بيعشق الكرة العربية والعالمية وبيعشق برازيل الكرة المصرية. ولكن احنا مش صغيرين او احنا قليلين لما يبقى عندي عدد قليل جدا على القناة. اشتراكك ودعمك للقناة، القناة المنافسة لينا عددها اوبر. اما واحد صاحبي منهم بيقول لي انت ايه يا عم، انتوا كلكم مش محصرين، انتوا عدد محدود، ايه ده يا عم العدد اللي عندك ده، انا بعمل كده بجيبهم الصبح. فانا زعلت، زعلت قوي، مش زعلت عشان العدد اللي عندي، زعلت عشان احنا مش قليلين، احنا كتير قوي، جمهور الاسماعيلي كتير قوي. فانا بشترط منك كتير الاشتراك واللايك وانت قاعد، صحابك اشترك عند الحريف، الحريف بيدعم الاسماعيلي، الحريف بيستند القناه، شير للفيديو، شارك صحابك، اخواتك، قرايبك، شارك وانشر القناه عشان يعرفوا كم هو حجم كيان دراويش مصر وكم هو حجم جمهور دراويش مصر في مصر والوطن العربي. يلا بقى سريعا نخش في الحلقه، سريعا كده ننطلق سريعا في الحلقه هي الاهم عما يدور ويحدث داخل جمهور الاسماعيلي. طبعا الاسماعيلي يبدا اليوم استعداده لمواجهه البلديه، مع ان المفروض ما يستاهلش ان هو يستعد. انت شفت البلديه المستوى سيراميكا 5 الاهلي 5، انا كنت بناشد باحمد عبد الرؤوف. ولكن عايز اقول لك على حاجه، الفرقه دي بتيجي قدام الاسماعيلي وبتعمل مطوشه عالميه، مش واخد بالك؟ اي فريق بتلاقيه مغلوب 3 4 مطوشه ويجي قدام الاسماعيلي تلاقيه بص سبايدر مان. وشفته قدام الجونه، كان بوفن واقف في حراسه المرمى كان بيطلع من كل حته. ده بالنسبه طبعا الاسماعيلي بيستعد، تحفيزات كل حاجة موجودة، تجهيزات بطريقة غير طبيعية للمباراة دي، لأن المباراة دي بستة بونت، المباراة دي تخليك في نص الجدول. ده بالنسبة لمباراة يوم السبت القادم مع بلدية المحلة. طبعا اختاروا الثنائي الإسماعيلي من تجديد تعاقدهم لمدة 3 مواسم لأن عقدهم هينتهي هذا الموسم، محمد دسوقي ومحمد مخلوب في الوقت او قريب. طبعا قلت لك قبل كده وخلاص الموضوع منتهي بعد، طبعا قعدوا مع بعض والدنيا انتهت بس ما فيش ايه رسمي. ولكن تم اجتماع مع مسؤول الاسماعيلي ومع الكابتن علي ابو جريشه، وفي الايام القليله القادمه سيكون التعاقد رسمي او البنود، لان حاطط لهم بنود اكثر من رائعه للعيبه وعقد احترافي بمعنى صح. ده بالنسبه لثنائي الاسماعيلي. طبعا عبد الرحمن مجدي حصل على وعد من مسؤولي الاسماعيلي
بالاحتراف الموسم المقبل، لو جاله احتراف يليق باسم النادي وبقيمه اللاعب. طبعا عشان نبقى واضحين مع بعض، عبد الرحمن مجدي جاله الموسم ده عرضين، العرض الاول من الحزم السعودي مقابل 400,000 دولار مقابل اعاره اللاعب، اعاره بنيه البيع 400,000 دولار اعاره بنيه البيع. وطبعا رفض مسؤول الاسماعيلي هذا العرض بسبب عدم ملائمه المبلغ المحطوط في قدرات اللاعب وامكانيات اللاعب عبد الرحمن مجدي. ده بالنسبه العرض الثاني كان من اهلي بنغازي مقابل شراء اللاعب بقيمه 1,200,000 دولار، ولكنها لم تكتمل هذه الصفقه بسبب اصدار القرار من الاتحاد الكره الليبي باللاعب الفلسطيني واللاعب السوداني يكونوا لاعبين محليين زيهم زي اللعيبه الليبيه، لم يقيد لاعب اجنبي. فقال لك بدل ما اجيب عبد الرحمن مجدي انا اجيب 2 من السودان او اجيب 2 من فلسطين ويتأيدوا لعيبه محليين بدل ما اكلف نفسي 1,200,000 دولار. ده بالنسبه للعرضين اللي كانوا جايين لعبد الرحمن مجدي. طبعا محسن الكابتن محسن عبد المسيح عضو مجلس اداره الاسماعيلي كان موجود متواجد في مباراه الجونه، وطبعا ادلب تصريحات اكثر من رائعه وقال لك ان طبعا الفريق ظهر بشكل مميز وبالاخص اللاعب محمد عمار ظهر بشكل مميز، واكد لنا ان هو خط الدفاع الاسماعيلي سيكون بخير وان خط الدفاع الاسماعيلي هو الافضل في هذا الموسم. اللاعب ادى، ولكن يا كابتن محسن مش محمد عمار بس، محمد عمار اجاد وتالق، وكل اللعيبه محمد سويت مكانه الجديد اكثر من رائع، نادر فرج في مكانه الجديد اكثر من رائع، حاتم سكر اكثر من رائع، كل اللعيبه بتادي، الفريق كله بيادي، هشام محمد بيادي، كل اللعيبه بتادي. احنا عايزين نشوف اداء ونتيجه وبرازيل الكره المصريه والكره والتيكي تاكا اللي احنا طول عمرنا واخدين عليها. ده بالنسبه ليه طبعا ما قالوا لاعب نادي الاسماعيلي السابق او واحد من اساطير نادي الاسماعيلي السابق كابتن محسن عبد المسيح وعضو مجلس اداره الاسماعيلي، وبيقول لك يعني ايه ان مجلس الاداره على قلب رجل واحد وسنعيد الامجاد للاسماعيلي مره اخرى ولن نقصر في حق كيان اداره مصر ودرويش العرب. ده بالنسبه ل ما قاله كابتن محسن عبد المسيح. سريعا كده عشان في معانا اخبار هي الاهم، طبعا الاسماعيلي يوافق على مشاركته في البطوله العربيه بعد ربط الاهلي والزمالك المشاركه في هذه البطوله. طبعا البطوله ستقام في المملكه العربيه السعوديه لهذا النسخه، سيشارك 6 لو الاسماعيلي خلاص هيشارك باذن المولى عز وجل هيكون 6 فرق ستشارك في هذه البطوله. النصر السعودي والهلال السعودي والترجي التونسي الوداد المغربي ومولديه الجزائر والاسماعيلي، دول الست فرق التي ستشارك في هذه البطوله في حاله ان شارك الاسماعيلي باذن المولى عز وجل. وما فيش حد نادي تاني تدخل وقال لك ايه انا من حقي انا التالت انا، بس ده اللي بيحصل يعني. زد يقول كايرس، ما هو مين يا باشا اللي ماسك اعضاء مجلس اداره زد؟ حازم امام، سيف ساهر، احمد شوبير، مجدي عبد الغني، مجلس اداره زد تقال، احمد دياب، يعني اللي ماسكين اتحاد الكوره هم اللي ماسكين زد. فممكن تلاقي زد يقول لك ايه انا كنت مش عارف ايه وانا من حق انا اللي العب. فيوتشر ممكن يطلع يقول لك نفس الكلام. ده بالنسبه بايه؟ باذن الله يعني تتم. طبعا قرر الجهاز الفني المنتخب الوطني بقياده الكابتن وقلب الاسد، وانا بقول لك عليه سيكون قلب الاسد صدقني، حسام حسن في ضم كل من لاعبي الاسماعيلي احمد عادل عبد المنعم وعبد الرحمن مجدي وعمر الساعي ونادر فرج وحاتم سكر لمعسكر المنتخب القادم بعد تألقهم مع الاسماعيلي. طبعا اللعيبه بتتألق، طبعا حسام حسن حاطط لجمال علام اختيار ان انا اللي اختار، افهم بقى ازاي ما تفهم. ده بالنسبه ليه طبعا
هنتكلم عن الست رجال او الست شجعان من جمهور الاسماعيلي الذي تم القبض عليهم بعد مباراة الزمالك. دي صورهم، ست شباب زي الورد تم القبض عليهم، والى امن الدولة وليس الى المباحث او اسم تاني او اسم تالت، لا امن الدولة مباشرة. ليه ارهابيين؟ ده لو ارهابي مش هتوديه على امن الدولة على طول، توديه على الاسم بعد كده. وتدخل مشكور من محامين الاسماعيلي وعلى راسهم المستشار، اتكلمت في الموضوع ده الحلقه اللي فاتت وبرضه هفضل اناشد لان ده جمهور الاسماعيلي، ده جمهور الاسماعيلي. لو انا ما ناشدتش من هنا يبقى انا ما استاهلش ان انا اكون موجود هنا. بناشد محافظ الاسماعيليه، بناشد مدير امن الاسماعيليه، بناشد محامين الاسماعيليه، وبشكر المستشار حمدي عبد الوهاب في التدخل في هذا الامر وحل مشاكل هذه وخروج هذه الناس في اقرب وقت، لان كده الموضوع طول. انت قلتوا الناس خرجت وطلعوا، وطلع ناس من قلب من مديريه الامن، قال لك الناس دي خلاص طالعه، والناس ما طلعتش. الناس قاعديها قالت لك انتوا مش عايزين الجمهور يروح ياذن، لو مش عايزين قولوا للناس وقفلوها. ولكن ما يحدث سوء. ده شباب زي الورد، حرام يتحبس، حرام. دول مش دول مش بالشكل محابيس. ده بالنسبه لي كل حبايب الحريف في كل مكان، مش طالب منك كتير، فضلا والله يسامحك، اشتراك واللايك والسبسكرايب. انا عامل تحدي مع قنوات المنافسه للحريف، او القنوات المنافسه مش ليا في مش القنوات المنافسه اللي بتتكلم عن الاسماعيلي، القنوات المنافسه اللي بتتكلم عن الانديه الاخرى. عامل تحدي معاهم ان انا في خلال الشهر ده القناه عندي تضرب مشتركين ومشاهدات وتعليقات ولايكات. انا عايز قناه الحريف عشان يعرفوا كم هو حد كيان درويش مصر ودرويش العرب. مش طالب منك كتير يا صديقي، اشتراكك واللايك وانت واقف مع اصحابك، وانت واقف مع زمايلك، وانت قاعد في البيت، شير وانشر على موقع التواصل الاجتماعي، وباذن الله عز وجل هيعرفوا قد ايه هو حد كيان درويش مصر ودرويش العرب والبرازيل. الكره المصريه سيكون هو الافضل، هو وجمهوره باذن الله عز وجل. اتمنى لكل حبايب الحريف في كل مكان.